قد تكون يعني مسألة إيران هي مسألة يعني ضرورة مواجهة إيران، هذه مسألة يلتقي عليها المجموع الدولي على أقل على خلفية يعني ملفين، الملف النووي وهو ملف عالق، والمجتمع الدولي هو في مواجهة مع إيران في هذا الموضوع، وهنالك ملف أيضا الميليشيات. الملف التوسع الأمني، ولكن هنالك عملية استغلال ومحاولة استثمار في هذا الملف، وبالتالي يعني هو يحاول أن يستثمر ويبني على الموقف المجتمع الدولي بالنسبة لإيران في مخص هذين الملفين، ويقفل أي محاولة أو يقطع الطريق على أي محاولة للتقدم على مستوى القضية الفلسطينية أو الملف الفلسطيني. فالمجتمع الدولي بأسره اليوم نعم، يتبنى موقف شبه موحد بالنسبة لضرورة حل الدولتين، وبالتالي هذان ملفان منفصلان.